بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واسعد الله مساءكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير ترحيبنا يتجدد بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر شاشات قناه الريان الفضائيه وعبر البث الحي والمباشر من على تطبيق الانستغرام في حساب اللجنه المنظمه لسباقات الهجن هجن دوت كيو اي بعدسه المحنك الزميل بطيب محمد الزعبي نتمنى له التوفيق ولكم حسن المتابعه ينطلق على بركه الله وتوفيقه شوطنا الثالث المخصص لفئه الثنايا الابكار لاشواط العامه من على ارضيه ميدان البصير من مسافه 6 كيلومترات وهي اقصى مسافات هذا الميدان نتمنى التوفيق لكل المشاركين نسير مباشره نحو المركز الاول والصداره حيث تنطلق ود بشعار السيد محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري يتقدم مع ود على الصدارة المركز الثاني المركز الثاني تتقدم هتان بشعار السيد راشد بن حمد بن متعب الملخص المري يتقدم مع هتان هذا شعار مشرف صاحب الأداء المميز في سن الحقائق من هذا السباق من مرحلته الأولى يعود في المرحلة الثانية مقدما لنا هتان في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق المركز الثالث، المركز الثالث والتقدم يأتي من قبل مذيار بشعار السيد علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية، مرحبا بمذيار صاحبة هذا الشوط في السباق المحلي الماضي ولم تذق طعم الهزيمة في هذا الموسم، تمنياتنا لك بالتوفيق يا أبو سالم ولإخوانك المشاركين، نتأخر قليلا لنتعرف على صاحبة المركز الرابع تتقدم ملهمة بشعار سيد مبارك بن محمد بن سعيد بن وريقة العامري صاحب الشوط الرئيسي في هذا المساء يتقدم مع ملهمة بإلهام كبير بأداء جميل تتقدم ملهمة على المركز الرابع والمركز الخامس نتابع المركز الخامس التقدم يأتي مع اندفاعة لمعة بشعار سيد خليفة بن علي بن محمد بن لاحج الاكتبي يتقدم مع لمعة على مستوى المركز المركز الخامس هذه مستمعين الكرام مشاهد العزيز ختام النداء الأول أتممناه على مسامعكم لنعود ونتحول إلى صدارة هذا الشوط إلى البداية إلى المقدمة التي تحمل لنا الإثارة وتحمل لنا الندية ما بين هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة الصدارة والبداية مع اندفاعة مذيار علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية لطالما ودتنا على هذا الأداء الجميل تنفرد بالصدارة تضع من بينها وبين المراكز حيزا كبيرا فارق عملاق لتكون أيضا لتنهي هذا المسار بأريحية تامة المركز الثاني عينك على المركز الثاني وعلى شعارها لم العظام من يتقدمون مع ود محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري يتقدم شعار المرعب مع اندفاعة ود بينما المركز الثالث تتقدم هتان راشد بن حمد بن متعب المنخس المري الثلاثة المراكز الأولى التي وضعت فارق كبير مما بينها وما بين بقية الأسماء في هذه الأجواء الرائعة وتحت زخات المطر العليل نتمنى التوفيق لكل المشاركين المركز الرابع نتابع أيضا المركز الرابع وتحديات ملهمة أحد الضيوف الأعزاء القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة مرحبا بالجميع مرحبا بالجميع في ميدان الجميع مبارك بن محمد بن سعيد بن وريقه العامري صاحب الشوط الرئيسي في هذا المساء وصاحب الشوط الرئيسي للقاية الإنتاج هناك في ميدان التحدي ميدان الشحانية يتقدم في هذا الشوط مع اندفاعة ملهمة المركز الخامس المركز الخامس والتقدم ياتي من اندفاعها ملوله محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري احد ممثلين ابناء أحد ممثلين أبناء المملكة العربية السعودية حاضر شعار بن عسيكر على مستوى المركز الخامس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء على هذا الانطلاق على هذه الصدارة التي تحمل لنا مذيار مذيار راحت بن علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية مع مذيار مع هذه العملاقة والجدير بالذكر أيضاً بكفتها المليئة بالترشيحات والانجازات العديده التي تحملها مذيار انها من صنف الانتاج من الانتاج من انتاج الدعيه تطير مذيار بناموس هذا الشوط بنقطه هذا الشوط الثمينه نتمنى لك التوفيق يا ابو سالم ولاخوانك المشاركين شوفوا تابع عينك على المركز الثاني وعلى شعار الشهواني من يتقدم مع ود محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني يتقدم مع ود على المركز الثاني لكن غيرتها هتان غيرتها هتان بشعار ابو حمد راشد بن حمد بن متعب المنخس المرية يلا يا جار نبغي ناموس ان شاء الله في هذه المساء في هذه الليلة الجميلة الماطرة يا سلام ناموس تحت زخات المطر ناموس هذا فارق هذا هذا ناموس غير عادي المركز الرابع المركز الرابع شعار الشوط الرئيسي عينه على النقطة الثانية يتقدم يتقدم مع ملهمة يتقدم مع ملهمة مبارك بن محمد بن سعيد بن وريقة العامري والمركز الخامس المركز الخامس أيضا يتأخر قليلا من يقود المجموعة الخلفية على مستوى المركز الخامس شعار بن عسيكر مع تحدياتها ملولة محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري مع المركز الخامس وغيرها من الاسماء والشعارات قادمه قادمه يلا يا متاخرين خلاص خلاص مذيار راحت بالناموس روحت بالفوز كالعاده كعاده مذيار كعاده هذه العملاقه علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعيه مع الناموس والانتصار تغرد خارج السرب دائما وابدا لحق اللي بتلحق اللي بالناموس يلحق بمذيار فلديها مخزون احتياطي كبير لديها مخزون احتياطي كبير اعرفها جيدا وذكرت هذه المعلومه في السباق الماضي ان مذيار ما فيها حيله ما فيها حيله اللي بالناموس إلحق يلحق عليها يلحق عليها اللي على الصداره والمقدمه دخلت في اجواء الكيلومتر الاخيره دخلت في اجواء المعمعه ولي والسرعة والانطلاق المركز الثاني هتان هتان مع ثاني المراكز راشد بن حمد بن متعب الملخص المري والمركز الثالث هذه ملهمة تتقدم على ثالث المراكز مبارك بن محمد بن سعيد بن وريقه العامري المركز الرابع الرابع عندك الشهواني عند أهالي العظام هناك على رابع المراكز مع تحديات ود محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري والمركز الخامس يتقدم شعار النعيمي على مستوى المركز الخامس مع العيدي هي عمير بن صالح بن ناصر الرمزاني النعيمي لكن الصدارة عودة للم وللمركز الأول إلى مذيار تحركت مذيار لكن الأسماء الأسماء الدعية الأسماء الدعية قادمة 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 لا محالة قادمة أيضا ملهمة واصلة شعار الشوط الرئيسي وهتان وأيضا القادمة ود محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري صاحبة نقطة في السباق الماضي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شعار الدوحة شعار الشحانية شعار الأسماء أسماء العملاقه هالم العظام العظام يفاجئون عند اخر الامتار مع دفاعتي ود محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني الهادري ومشكور يا مسفر مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني من يقدم لنا هذا الاسم العملاق من يقدم لنا هذه العملاقه عملاق في هذا المجال تهانينا والناموس لشعار المرعب والتهاني موصوله للمرعب ناصر بن مسفر الشهواني على فوز ود وانتزاعها للمركز الاول المركز الثاني غره بشعار السيد محمد بن صالح بن حمد القمر النابت المركز الثالث ملهمه بشعار السيد مبارك بن محمد بن سعيد بن وريقه العامري المركز الرابع اشواق بشعار السيد سالم بن كرامه بن عيضه بن سالم العامري والمركز الخامس كان من نصيب التان بشعار السيد راشد بن حمد بن متعب المنخص المرئ توقيت زمن المشاهدين الكرام للحظات وصول ود إلى خط النهاية قطعت مسافة الستة كيلومترات في تسع دقائق تسعة وعشرين ثانية وثمانية ثلاثين جزء من الثانية